بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالخلق والتصوير، خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد، نواصل الحديث في موضوع الأحاديث القدسية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. رواه البخاري ومسلم. التصوير هو إيجاد صورة تشبه شكل المخلوق بأي وسيلة، سواء كان ذلك ببناء تمثال على هيئة المخلوق، أو برسم صورة تشبهه على لوحة أو ورق أو قماش أو جدار، أو بالتقاط صورة الحيوان بالآلة الفوتوغرافية وتثبيتها على شيء من ذلك. والحديث يدل على تحريم ذلك، وأن من فعله فهو من أظلم الظالمين، وأن العلة في ذلك هي مضاهاة خلق الله تعالى، وهي محاولة فاشلة آثمة. فالمصور لن يصل إلى هذه الغاية مهما حاول، لأن الخلق والتصوير من خصائص الله عز وجل. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولهذا عجز المصورين عموما من أول الخليقة إلى آخرها، فقال عز وجل: فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا شعيرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصور تجمع له يوم القيامة كل صورة صورها في الدنيا، ويطالب بنفخ الروح فيها تعجيزا له وتعذيبا له. فيطالب تارة بخلق أصغر الحيوان وهو الذرة، وتارة بخلق الجماد وهو الشعيرة، كما كان يحاول مضاهاة ذلك في الدنيا. فليستعد لذلك المصير المؤلم هؤلاء المصورون الذين اتخذوا التصوير حرفة وفنا أو دعاية لترويج سلعهم أو صحفهم ومجلاتهم. وليستعد لذلك المصير المؤلم هؤلاء الذين يحاولون إيجاد الإنسان الآلي ويتبجحون ببنائه وإبرازه. والتصوير حرام لعدة محاذير. أولا، أنه من وسائل الشرك، فإن الشرك أول ما حدث في الأرض كان بسبب التصوير، لما صور قوم نوح رجالا صالحين بعد وفاتهم، ونصبوا صورهم على مجالسهم بإيحاء من الشيطان، فلما مضت فترة من الزمان عبدت تلك الصور من دون الله. ولما نهاهم نبي الله نوح عليه السلام عن عبادتها أصروا عليها وأبوا أن يتركوها، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكذلك قوم إبراهيم كان شركهم بعبادة التماثيل، قد أنكر عليهم خليل الله عليه السلام ذلك، وقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فاحتجوا بقولهم: وجدنا آباءنا لها عابدين. فالتصوير منشأ الوثنية، لأن الاحتفاظ بالصور خصوصا صور المعظمين ووضعها موضع الإجلال بتعليقها على الجدران أو إقامة التماثيل في الميادين يسبب تعلقا بها وتعظيما لها يؤول إلى عبادتها. ولهذا سد الشارع هذا الطريق وقطع هذه الوسيلة، فحرم التصوير وتوعد عليه بأشد الوعيد، وأمر بطمس الصور وإهانتها وامتهانها تخلصا من شرها، ولتجنيب الأجيال اللاحقة عظيم خطرها ثانيا، حرم التصوير لما فيه من مضاهاة خلق الله عز وجل الذي تفرد بالخلق. فهذا المصور يحاول
أن يوجد ما يشبه خلق الله. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة في هذا الحديث وهي المضاهاة، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهيا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. وقد قسم الإمام النووي رحمه الله المصورين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من صنع الصورة لتعبد من دون الله، كالذين يصورون الأصنام، فهذا كافر وهو أشد الناس عذابا. الثاني من لم يقصد أن تعبد الصورة ولكنه قصد مضاهاة خلق الله، فهذا أيضا كافر وله من شدة العذاب ما للكافر. الثالث من لم يقصد العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير. ثالثا ويحرم التصوير لما يجر إليه من الافتتان بالصور الجميلة للنساء والمردان، خصوصا النساء الخليعات المتبرجات العاريات وشبه العاريات، كالصور التي تنشر في الأفلام وبعض الصحف والمجلات، فإن هذه الصور تدعو إلى فساد الأخلاق وانتشار الجريمة، وكذا عرض صور الرجال أمام النساء مما يدعوهن إلى الافتتان بهم. قد أصبح هذا اللون من التصوير من أعظم الفتن التي أفسدت الأخلاق. وقد ورد في التصوير أنواع من الوعيد، منها لعن المصورين وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنه يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، وأنهم يكلفون أن ينفخوا فيها الروح، وأن المصور يعذب بكل صورة صورها في الدنيا يجعل له نفس يعذب بها، وأن المصور أظلم الظالمين. وكما يحرم التصوير يحرم استعمال الصور والاحتفاظ بها للذكريات وتعليقها على الجدران أو وضعها على طاولات التجميل، سواء كانت تماثيل أو رسوما. وصح في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وكذا يحرم بيع الصور وأكل ثمنها، يجب على المسلمين الحذر من ذلك، خصوصا تلك الأفلام الخليعة التي تعرض على شاشة الفيديو وهي تشتمل على صور متحركة عارية أو على صور تعرض الفحش والإجرام وتدعو إلى الرذيلة وتدمر الأخلاق أو تعلم النهب والسرقة والإخلال بالأمن. فقد غزي كثير من البيوت والعائلات بهذا السلاح المدمر عن طريق الفيديو. وكما يحرم استعمال هذه الأفلام يحرم بيعها وترويجها، ويجب إتلافها والتنكيل بمن يبيعها أو يستعملها تجنيبا للأمة من مخاطرها. وفق الله ولاة أمور المسلمين لمنع هذه الأفلام من الدخول إلى ديار المسلمين والأخذ على أيدي السفهاء والعابثين. وهذا مقتضى النصيحة، والله الموفق. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لنواصل الحديث في موضوع آخر، والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.